يا مامي يا ماما يا ام. ازيك يا هيلة؟ وحشتني. وحشتك. طب اديني واحد كونياك دوبل. كونياك دوبل؟ يبقى ناوي على الشر. بالعكس، ده انا جاي وانا قاصد كل خير. كده؟ طب خير. فين يا حيلة؟ انا هنا يا ابن الحلال. اتفضلي معانا يا ست لون. ثانية صابر ولسه صابر. خليك صابر على طول. بقول لك ايه؟ نوال. يوه، هو انت ما عرفتكش من البهدلة اللي انت فيها. ما كفاية تعطين بقى يا نوال. انا غلطت ودفعت ثمن غلطتي. وجاي بقى تجر ناعم ولا تقول شكل للبيع؟ انا جاي اقول لك حاجة عليا. خاين وحرامي لكن اخلاق. كفايه بقى يا نواعي. انا ما جيتلكيش غير بعد ما اتبهدلت واتمرمطت وعرفت قيمه اللي انا كنت فيه. كده بس انت وحشتيني قوي يا نواعي. قوي؟ كنت بتفتكرني في الزنزانه وانت نايم على الاسفلت. سنتين طوال عراض كنت بفتكرك كل ليله يا نواعي. وانتي ما افتكرتنيش؟ افتكرت غدرك بيا. وهو انت اللي عملتيه فيا ده شويه؟ انا اعتقد دلوقتي باشاره من صباعي اخلي اللي يضربك واللي يقتلك كمان. وهون عليك يا نوال. ما اعرفش راح فين وما جاش يسلم نفسه في ميعاد المراقبه. يعني معناها يروح السجن تاني؟ يمكن حصلت له حادثه. ما عندكش شغل عليه. يو يا اما شاف بشوفه يا ماشي في الطريق البطال. يا لهوي يا شيخ اصف لي بوقك يا بنتي. قولي لي، طول الفترة اللي فاتت كان في حد غيري؟ انفر باليومية كده، لكن ما عينتش حد على درجة. على فكرة أنا جايلك بقى ودماغي كلها أفكار، هتكسبك دهب وهتعوضك عن الأيام اللي فاتت. أفكار إيه يا أبو الأفكار؟ يعني هيكون إيه غير المحل والعيادة؟ شغل الجملة يا صغيرة. أنا اتعرفت في السجن على معلمين كبار، كبار قوي من بتوع الصنف، بدل الحقنة والاتنين والكلام الفارغ اللي ما يجيبش تمنه. يعني هرب من المراقبة ومن يعني كمان؟ خدي نفسك يا بنتي. الغايب حجته معاه. أدور عليه يكون كرامه حاجة. أدور عليه يكون بس. شر يا أختي ما تقوليش كده. يا ستك يا ستك يا ستك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. قالوا كان بيحبني. يا لهوي بالك يا لهوي بالك يا سامية. قالوا لي صدقته. روح شوف المعلمة جاهزت ولا لسه. قابلتي جاهزة من الصبح ومستنياك انت والمعلم قرنفل. بقول لك ورد يا ابني ورد. يو يعني مزروع في جنينة؟ جراي يا راجل، ما كله بريحة. طب يلا بينا الشغل وجب. ماشي يا عظمة، هنشتغل.